اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه طعم تاني كده وفيه روح تانيه. الملوخيه احنا عارفينها المصريه دي لا يعلى عليها، بالطشه بتاعتنا بالفراخ باللحمه حكايه. ولكن ملوخيه ورقيه من المطبخ الشامي سواء من اخواننا السوريين او اللبنانيين، يعني ايه ملوخيه تتعمل ورق، تتعمل بالدجاج او باللحم؟ اكيد دي مدرسه. فتعالوا نشوفوا هل هي ايه الفرق بين الاثنين، وهل في طريقه السوى مختلفه، وهل الملوخيه لما تبقى ورقيه مش هنعرف ناكلها؟ تعالوا نشوفوا الموضوع ده ان شاء الله، تفاصيل عمل الملوخيه الورقيه او البيروتيه باللبناني. هنعملها بالدجاج النهارده ونشوف ازاي الطرق عملها بطريقه سهله وبسيطه. عدل الأكلة دي مع الدجاج رز بشعرية، أنا بحبها كده. لما اتعمل معاها رز بشعرية باخد أجازة وأقعد في البيت عشان آكل الأكلة دي. معانا النهاردة الجرجير. الجرجير مع البرجر أكيد يعالج أنيميا، وسلطة البرجر من الحاجات المهمة، والبرجر مفيد جدا. فتعالوا نعمل سلطة الجرجير بالبرجر النهاردة، وأهم حاجة نشوف الجرجير بتاعنا اللطيف ده لما يتغسل قبل التقطيع، ونبدأ نضيف له عصير الليمون مع زيت الزيتون. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا النهاردة. المطبخ بتاعنا التنوع فيه مطلوب. هي الملوخية واحد عند الراجل بتاع الخضار، الرز واحد في قلبة السوبر ماركت، ولكن تنوعك في المطبخ بيخلي ولادك وجوزك وضيوفك ما يميلوش ان هم ياكلوا في البيت. فانا دور النهارده بنفس المقادير بنفس المكونات نعمل الطبق بتاعنا بطرق مختلفة وبطعم تاني، يعني تفاصيل صغيرة ولكن طعم كبير وشكل جديد. انا مش عايز اطول حضراتكم لان فيها شغل كتير النهارده بجد، وفيها سنس كده وفيها نوع من الخبرة. الملوخية الورقية بالذات إذا ما زبطتش ولازم نشيل العرق منها، عكس الملوخية المصرية. الملوخية المصرية لازم يبقى فيها كده المخاط بتاعها وفيها العرق بتاعها وهي طالعة ما تقطعش مننا. الملوخية البيروتية لازم نشيل العرق ده، عشان نشيله في خبرة طهوية هنا. هنطلع فاصل صغير هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأكلة ممكن ناكلها مرة في الشهر. التغيير مطلوب في إن احنا نعمل نفس المكونات بتاعتنا بطرق مختلفة. معانا الملوخية البيروتية أو الملوخية الورقية بالمسميات بتاعتها في بلاد الشام. نشوف نعملها مع بعض إزاي بالدجاج وتتعمل باللحمة. الملوخية من خير أرضنا، دي الأساس عندنا. معانا ملوخية لطيفة زي دي كده، بنجيب الملوخية زي ما هي بنورقها، ومعانا فراخ سليمة، ومعانا زبدة وسمنة وزيت، وطبعا عدلها رز بشعرية، الرز والشعرية معانا، والبهارات بتاعتنا، ومعلقة فلفلة حلوة اللي هي الهريسة الحمراء، وتوم صحيح وتوم مفروم الاتنين، وبصل ناعم. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة، الكمون ممكن يعني اختياري. الملوخية بنجيبها من عند الراجل بتاع الخضار تتغسل زي ما هي سليمة، من فضلك تغسليها زي ما هي سليمة. بعد ما بتغسليها سليمة بتنشفيها، بعد ما بتنشفيها كويس، ولازم تجيب الملوخية اللي زي معايا دي ما تكونش مخرمة. ملوخية بسم الله ما شاء الله زي الفل، صيفي بس حلوة قوي على فكرة. بنجيبها بنورقها بالتوريقة دي كده، وبلاش العروق اللي في الورق دي بلاش خالص، مش عايزينها. بعد ما بتتورق كويس بنسيبها تنشف شوية. بعد ما بتنشف وتبقى بالشكل ده كده، الخطوات الصعبة بعد كده. دي الملوخية جاهزة معانا. يبقى أول مرحلة بنشتريها تتغسل سليمة زي ما هي، تنشف نورقها تبقى معانا بالشكل ده كده. دي خطوات عمل الملوخية الورقية. الأكلة دي نجربها، أنا شخصيا بحبها. تعالوا نشوفوا إزاي. الأول نسلق الفراخ، نكسب وقتنا كده. معايا حلة بتغلي على النار فيها مية بتغلي، معانا بوكيه جرنين من الجزر والكرفس والبصل والثوم، كل ده علشان ناخد شوية شوربة حلوين، لأن الملوخية دي برضو عدلها شوربة. الشوربة اللي هنحطها عليها بعد ما نحمرها. هنحمر الملوخية يا شيف؟ طبعا هنحمرها، ونشوف هنحمرها مع بعض ازاي. ادي الحلة بتاعتي فيها البوكيه جرنيه من كل الخضار اللي موجود عندك. حلو. ناخد الفرخة الحلوة دي كده الجميلة، تعالي يا حلوة، بعد ما نغسلها كويس بنحطها مع ورق لورو مع حبهان، نخدم عليها يعني عشان عايزين في الاخر شوية شوربة حلوين. اهو ده ورق اللورو، البصل والثوم، الفص الثوم الني في قلبيها كده يبقى لطيف، لان الشوربه دي هعمل منها الرز بالشعريه، الشوربه دي هعمل منها الملوخيه، الشوربه دي ممكن تقعد معايا لتاني يوم اعمل بيها لسان عصفور زي ما انا عايز.
وفي نفس الوقت تبقى الفرخة لها طعم حلو كده، لأن احنا ممكن نفصص الفراخ دي في قلب الملوخية عكس الملوخية المصرية بتاعتنا، أو نقدمها سليمة جنبيها. ولكن يفضل طبعا عشان إخواننا الشوام ما يزعلوش الفرخة دي تتفصص في قلب الملوخية، وممكن تعملها بصدور فراخ على فكرة. أنا هسيبها زي ما هي كده. ناخد الملوخية بتاعتنا اللي احنا ورقناها بالشكل ده كده، معايا فصوص التوم بخليها على جنب عشان فصوص التوم ديت انا بعد كده هقطعها وانزلها على الملوخيه. يعني خمس ست فصوص توم بيبقوا عنوان كده في قلب الملوخيه عاملين زي اللوز. معايا السمنه والزيت على النار، حلو بالشكل ده كده. ملوخيه، دي الملوخيه اهي في قلب كده تتحمر. تاخد التحميره دي كويس، ايه الكلام ده يا عم الشيف؟ ده انا اجيب المخرطه واخرط وديه توجعني، ولو جوزي في البيت تعالى يا سي السيد اخرط لي الملوخيه. مش هنعمل الكلام ده خالص، هنقلبها ونحمصها. واحنا بنقلبها كده بتلاقيها هبطت، فلازم تورقي شويه كتير، يعني خلي بالك الموضوع هنا مختلف. اللي انت شايفاهم كتير دولت اول ما يتحمروا على النار هتلاقيهم خسوا. ونار شديده كده ونقلب. الله، ايه الحلاوه؟ انا شميت ريحه الملوخيه قبل ما اكلها. اخواننا في لبنان وفي سوريا الشوام يعني عموما يحبوا يحمروا الباميه تبقى عامله زي الفستق الحلبي كده خضرة في قلب الصلصه وفي قلب اللحمه والتسبيكه بتاعت الطماطم. ونفس القصه مع الملوخيه، تتحمر وبعدين ننزل عليها بالشوربه وبالتومه والبصله. ده الكلام ده يتحمر دلوقتي بعدين. شفت الملوخيه راحت فين؟ نبدا نحمر كده على نار شديده لغايه لما الملوخيه تبقى ايه، متحمصه، ويقطع منها الخيط اللي احنا عارفينه بتاع الملوخيه. ولازم تكون نار شديده. عكس الملوخيه المصريه لما بنعملها طبعا لازم ما تقطعش مننا. بالشكل ده كده، التحميره دي مطلوبه. بنروح عند الراجل بتاع الخضار، الراجل الطيب بيلاقي عنده الملوخيه دي او في السوبر ماركات الكبيره الملوخيه دي متورقه وناشفه زي الملوخيه بتاعتنا برضو، الملوخيه الناشفه هي نفسها. طب نستخدمها ازاي دي يا شيف؟ دي طازه معاك، بتجيبيها زي ما هي كده ناشفه من عند الراجل السوبر ماركت، بتبقى موجوده في اكياس، تخلي بالك ما تكسرهاش، تاخديها زي ما هي، تنقعها في شويه ميه عشان تتخلصي من الاتربه والحاجات اللي فيها، وبعد كده ما تنقعيها تشيليها تصفيها ما بين ايدك كده، وبعدين تشتغلي فيها زي ما انا شغال كده بالظبط. تحمير ده مطلوب. تسيبيها على النار كده واحنا بنشتغل. التحميرة دي مطلوبة، خلي بالك لغاية لما ميتها تنشف وأنا شغال كده. بنجيب طاسة تانية ونحط فيها فصوص التوم، لأن طبعا دي روحها التوم، خلي بالكم. وأسيبها على النار، طاسة كده جانبي، ونحط معلقتين سمنة بلدي، ومعانا توم صحيح وتوم سليم. التوم ده يتقطع، دي طريقة سهلة وبسيطة يعني. معلقة سمنة حلوة، نفس المكونات اللي ممكن تشتغلي بيها في المطبخ عادي، ولكن الشكل والطعم مختلف أكيد. معلقة سمنة حلوة كده، من وقت للتاني تقلبي الملوخية، لو طلعت شوية مية صفيهم مش عايزينهم عادي. تنشفت ازاي؟ دي بقى في قلبيها صدور الفراخ، ولا تتعمل مع الشيش كباب؟ يا ويلي، حتة لحمة كده ملبسة حلوة بيت كلاوي تبقى لطيفة وجميلة. السمنة
معانا التوم السليم ده كده، تقطع فصوص في قلبيها، بتجيب حباية فلفل رومي حمراء تعملها فلفلة أو تشتريها جاهزة مفيش مشكلة، لازم عن الفلفلة الحلوة. ويا سلام بقى لو جودت قوي زي الريف السوري كده والريف اللبناني، يعملوا ايه؟ يجيبوا بصلة يشوها، وبعد ما تتشوي كويس نهرسها في قلب الملوخية. راحت في مكان تاني خالص، خدت الجنسية الشامية. بصلاية مشوية حطيها في قلب الفرن تتشوي، او على عين البوتاجاز، بعد ما تتشوي اضربها في الخلاط بقت بوريه، او اهرسيها حطيها في قلب الملوخية. انا بقولك على افكار حلوة ولمسات حلوة تخليكي تنفردي انت بس في قلب العيلة بالاكلة الحلوة دي كده. ده التوم معانا، وده التوم برضو صحيح، بناخده كده توم سليم وتوم بالشكل ده كده الله. ما نزلتوش ليه مع الملوخية يا شيف؟ يعني انا بكسب وقت، انما لو انت في البيت ده كله بيتحمر مع بعض. والتومه بتتحمر كده بالشكل ده كده، بنزل عليها بكزبره ناشفه، دي تاخد كزبره خضراء يا شيف اختياري، عايز تحط كزبره خضراء اهلا وسهلا، دي مدارس بقى. دي خالص، دي الطشة بتاعت الملوخية دي غير الملوخية العادية بتاعتنا المصرية، ما اسمهاش ملوخية عادية، اسمها ملوخية مصرية، في أي مكان في العالم واخدة الجنسية المصرية معروفة. ملوخية تحت المخرطة بسيرك تيجي تتخرطي، تنزلي على الشوربة مغلية، وتاخد الطشة اللي هي تومة طماطمية مبشورة كزبرة ناشفة، إنما دي مختلفة. نقلب سهلة. أخرط ليه ملوخية بقى وأوجع راسي؟ الشوربة عندي بدأت تطلع بتاعت الفراخ زي الفل. تستلق الفرخة كده مع الحبهان والورق اللورو والبصل والثوم والفلفل، واخد شوية شوربة حلوين، كرفسي ماشي، روزماري ماشي، جودي على الشوربة، توصي بيها، اشتغلي عليها، لأن السر في الموضوع هنا شوربة برضه. شوربة حلوة، الملوخية بتاعتك حلوة. نقلب هي كده استوت تقريبا، بس طبعا لما تغلي مع المرق دلوقتي بتاع الفراخ والتومه الحلوه دي تنزل في قلبيها. شفت الله الله لسه ما خلصتش زي ما احنا كده شفت هعمل بقى التركايه دي كده هو ده شويه دول كده نزلوا هنا كده الله حلوه. نقلب. ايه السرعه دي يا عم الشيف؟ لسه ما خلصتش. ملوخيه زي الفل كده تمام اهي. بعد التحميره نزلنا عليها بالتومه ونسيبها تكمل سواها عادي. شفت التوم في قلبها حلو ازاي؟ متحمر وجاهز. الملوخيه هنا خدت طعم التوم، خدت كمان بواقي التوم بشويه شوربه، واسيبها على النار زي الفل لغايه لما ميتها تنشف شويه، عشان ننزل نغذيها بقى بالايه؟ بالمرقه بتاعه الفراخ، اللي هي الشوربه بتاعه الفراخ اللي انا مهتم بيها قوي. عدل الاكله الحلوه دي اللي خدت شغل وسهله، هنعمل معاها شويه رز بالشعريه بشوربه الفراخ، ومعانا سلطه جميله النهارده، سلطه البرجر بالجرجير. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم لحكاية الملوخية الورقية أو البيروتية بالدجاج. نعم طارت من الحلة. المخرج بيقول الفرخة فين؟ الفرخة دي كانت معانا من شوية، راحت فين؟ من حقك تسأل عليها، دي طبعا من ضمن العهدة. فرخة فين؟ هو ده الكلام. الشوربة خدتها من الفرخة، الفرخة راحت للمساعدين بتوعي
يجيبوا لي صدر الفرخه، صدرين يعني متقطعين ومتنسرين، والاثنين ورك هنحمرهم ونحطهم على وش الرز بالشعريه. لازم تعرفوا التفاصيل من حقك. كان من دقيقتين يا عم الشيف معانا فرخه في قلب الحله بتستوي، راحت فين؟ راحت يتعمل فيها اللي انا بقوله ده كده. هناخد الصدرين بتوعها يتفصصوا، وبعد ما يتفصصوا ونشيل الجلد منهم بتنزل على الملوخيه دي وتتقلب معاها. دي الملوخيه بالدجاج على اصولها زي ما قال المغازي. الاثنين وراك بتوع الفراخ بيتحمروا في معلقه سمنه مع معلقه فلفله حلوه، ونزين بهم الرز بالشعريه. عرفتوا بقى القصه؟ تمام. عشان اللي قاعد بس دلوقتي ما دخلناش في ايه، يقول لك الشيف حلو ده انا عايزها كده. الشوربه بقى بتاعه الفراخ هنا معايا، هعمل منها شقين. الشق الاول ان انا هغذي بيها الملوخيه دلوقتي، الشق الثاني هعمل بيها الرز بالشعريه. عرفت خطوات العمل شغاله ازاي؟ ادي الشوربه، لازم الملوخيه تستوي في قلب الشوربه دي ونسيبها على النار لغايه لما الشوربه دي تتاثر، يعني تبقى تنشف شويه شفتي؟ الله، تاكلي صوابعك وراها. طعم الفراخ نفس الطريقه، ممكن تعمليها باللحمه زي ما انت عايزه. عينيا مقادير الرز بالشعريه على الشاشه. الله على الريحه الحلوه. مش عايزه بقى بهارات كتيره، هما شويه الكزبره وشويه الملح وشويه الفلفل والمعلقه الفلفله الحلوه هنحطها دلوقتي بعد ما نحمصها في قلب الايه الطاسه. حلو الكلام. رز بالشعريه مقاديره كالاتي: شعريه، رز مصري، ورق لورو، حبهان. نبدا نحمر الشعريه مع بعض. حلو قوي. ادي الشعريه بتاعتنا الحلوه، وعشان الشعريه مغازي تتحمر بسرعه تعلمنا منك، بنحط معاها معلقه ملح تبقى كلها لون واحد. ادي الشعريه في قلب الزيت. وهي بتتحمر كده بنحط عليها شويه ملح. وتنسي يا امي يا خالتي يا ست الكل يا امرايا، تنسي انك انت حاطه ملح على الشعريه وانت بتحمريها، تبقى حطيت الملح مرتين. لما تحط الملح مرتين الرز معاكي مش هيتاكل، خلي بالك، بيبقى شكلنا وحش قوي على السفره. ورق اللورا. بس انا اقول لك على حاجه دلوقتي تخلي الشعريه تتحمر بسرعه. ورق لورا، معلقتين زبده، وانا بحمر الشعريه نقلب. حلو. على طول الشعريه مجرد ما حطينا الزبده مع معلقتين الزيت الشعريه بتاعتي تتحمر بسرعه. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ اضافه الزبده لتحمير البصله او الشعريه مع التحمير يخليها تتحمر بسرعه بدون ما نحمر كتير ونقلب كتير. سيبهم على النار كده. نبص على الملوخيه بتاعتنا، ايه الاخبار؟ ايه الحلاوه دي؟ مستنيه الفراخ تتحط نساير نساير قطع قطع. ممكن مخرجنا بيسال تتعمل بصدور فراخ؟ تتعمل بصدور فراخ، بس مش هتبقى شخصيتها قويه. انا عايز مرقه، عايز شوربه، عايز شوربه فراخ، فهي اصولها تتعمل بفراخ مستويه زي ما انا عملت دلوقتي. وعشان ناخد الشوربه بتاعتها نعملها او بلحمه ضاني. حلو. اخبار الشوربه ايه؟ تمام. الشعريه زي الفل. التحميره الحلوه دي كده. انا بحب الرز بالشعريه قوي، احب لحظه اضافه الشوربه او الميه على الشعريه مع الرز وانا بحمر، بشم ريحه كده وريحه الشقه تبقى الشعريه حكايه، حتى لو بنعمل شعريه بس بيبقى لها ريحه حلوه قوي على فكره. الله، ناخد الرز بتاعنا المصري الجميل ده كده
كفاية. أنا بحب الشعرية كتير أكتر من الرز. الله على الريحة. وأقلب. حاطط ملح ما تنسيش. رشة الفلفل الأسود ده على الرز ده بعد ما نغرفه كده على وش الطبق حكاية. شايف الملوخية وصوت الملوخية في قلب الحلة؟ يا ولدي. احنا ما شفناش ملوخية بتغلى على النار، الملوخية بنسقطها في قلب الشوربة ونرفعها، تقعد تغلي وتستوي بالشكل ده. ده المطبخ السوري. ده المطبخ اللبناني. ده المطبخ الشامي، والرز بالشعرية جاهز. زي الفل، الشوربة بتاعته فين يا عم الشيف؟ واحنا مع بعض اهوت زي الفل. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. خلص الرز بالشعرية. ما يجيش. الله، شفت الجو ده كده؟ خلص الرز بالشعرية. خد طعم الفراخ يا شيف؟ خد طعم الفراخ. وانا شغال. الله، وانا شغال زي ما انتوا حابين. نقلب الرز. مثل الشعب بتاعنا قال لك ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي. في قلب النار، ريحه الشعريه حكايه، وريحه المكرونه معايا، وريحه الملوخيه معايا حكايه. انا هستاذن حضراتكم، ناخد بعدها نطلع فاصل، بس برضو لازم ننوه عن اللي بيتم هنا. الفرخه طلعت من الحله، راحت مشوار ورجع تاني، بس رجع بشكل تاني. صدر الفرخه بيتقطع ويتحط في قلب الملوخيه. الوراك بتاعة الفرخة أو الفخاد بتاعتها بناخده بنحمره في سمنة بلدي، وياخد توابل وتحط برزنتيشن على الرز بالشعرية. أنا عايزك تعملي الأكلة دي بنفس المدرسة المغازية دي كده، ورأيك ليه من خلال السوشيال ميديا على شاشة القناة الأولى. إحنا معاكم، أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نشوف الانتاج بتاعنا زي اي حد بيشتغل في موقعي. حلو الكلام. تعالوا مع بعض. الملوخيه للامانه والمصداقيه اللي تعودنا عليها على شاشه القناه الاولى. صدر الفرخه رجع في الفاصل، سقطته في قلب الملوخيه. معانا بالشكل ده كده، بص عليه. لا، الفرخه رجعت لوضعها، ما تقلقش. ده صدر الفرخه. الله عليك يا عم الشيف. ملوخيه بالدجاج، ولكن نقول جنب ملوخيه ورقيه او ملوخيه بيروتيه. لما نقول ملوخيه بيروتيه بالدجاج يعني على طول هي كده، زي التبوله. لما نقول تبوله هو ده. ملوخيه ورقيه يعني ملوخيه دي ورق. سيبيها في النار كده يا اخت لغايه لما نعمل التركايه الاخيره. هي التركايه الاخيره يا عم الشيف. احنا مع بعض اهو، واحده واحده. طاسه صغيره تسخن معانا جامد. حلو. الرز اخباره بالشعريه، انا ببص عليه. احنا مع بعض اهو. نعم، البركه. البركه يا شفيق. بقول لي يا شيف، انت عملت ملوخيه وعملت فراخ وعملت رز بشعريه وهتعمل سلطه، التايم بتاعنا 45 دقيقه. طبعا الفضل لله سبحانه وتعالى، دي رقم واحد. رقم اتنين، حب شغلك. انت داخل المطبخ عايز تعمل حاجه حلوه، معاك مساعدين شطار. الملوخيه متورقه وجاهزه، الفرخة مغسولة معانا، الرز مغسول وجاهز، وبعد ما اتغسل اتصفت ميته، فعشان كده مش هياخد وقت كبير. اهو بالشكل ده كده. ده الرز بالشعرية هغرفه دلوقتي، دي أول حاجة. زي الفل. طبق رز بالشعرية تاكل صوابعك وراه. الله، حلو قوي. والملوخية على النار ما تقليش، كل ما تغلى على النار كل ما تحلو أكتر. تشرب من شوربة الفراخ وصدور الفراخ واحنا مع بعض. ده الرز بالشعرية. الله، بعشق ريحة الشعرية في قلب الرز. الله أكبر. والله استوى. ما تقوليش استوى ازاي بقى، دي ازاي؟ دي بتاعت ربنا. انت هنخلص دلوقتي وهتنزل بالكنترول. دو اضرب معلقة ودو.
الله، انا لسه معايا الوراك بتاعت الفرخه حكايه دلوقتي. هنعمل تركيه على الرز ده حكايه، وبعدين واخد شوربه الفراخ مش معمول بشرب ميه، خلي بالك دي مطلوب، خلي بالك. ناخد الحله دي كده، حلو، ناخد الطاسه دي نخليها هنا، الرز ده معانا كده، وناخد الفليفله الحلوه دي كده. شوف الشيف هيعمل ايه بقى، معلقه سمنه دي بتاعتي انا بقى عشان بحب الاكله دي فبجود فيها، دي بتاعتي انا، معلقه سمنه حلوه كده زي الفل، مع معلقه الزبده، السمنه دي مكعب زبده. عايز اعمل كده حاجه لطيفه اهو، اقسمهم على النار، معايا ورك الفرخه الجميل الحلو ده كده بصطاده من الحله، بحطه هنا. عملنا صنفين من الفرخ، اللي مش عايز الفراخ اللي في قلب الملوخيه مش هنزعلك ولا هنزعلك. ناخد الحاجات الحلوه دي اللي مع الفراخ، البصل الحلو ده اللي مع الفراخ، عايزك تعملي زي كده بالله عليك. ده زي الفل تمام حبيبي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ حلو؟ فلفلة حلوة. اصبر لي الاخر بالله عليك، شوف ايه اللي هيتم في الاخر. شوف ايه اللي هيتم في الاخر، دي الفلفلة الحلوة. الله عليكي، هو ده هو ده هو ده هو ده. شفتوا الناس اللي خلاص حافظوا الشيف؟ فلفل اسود، واسيب الاختراع ده يغلى على النار كده، حلو، لان الملوخيه لسه لها ايه تركايه. التعميره دي، اللي مش عايز ياكل الفراخ اللي في قلب الملوخيه ياكل اللي انا عامله ده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد الورك ده كده، الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ تسلم ايدك يا عم الشيف، على وش الرز، على وش الرز، مش رز بشعريه كده، يبقى له طعم وله شكل وله رونق تاني. ده البصل والجزر والحلاوه، حلو الكلام. لسه ما خلصتش انا الاكله دي يا امي، يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا اللي بتتابعيني، من فضلك اعمليها بنفس المدرسه دي. حلو الصوره حلوه كده مخرجنا، انا عارف انك بتحب الصوره حلوه. طاسه معايا، شوف انا هعمل ايه دلوقتي. الله، شويه الشوربه الحلوين يلا معانا. ايه الصوره دي؟ ايه الجمال ده؟ الله يبارك لك يابا. زي ما انا شغال كده. يا ويلي يا ويلي يا شيف، هو ده خلص الاكله اللي خدت شغل كتير قوي. جاهزه، شفت الملوخيه؟ تاكلي صوابعك وراها يا امي، نغرفها كمان ونخلص منها. يلا بينا، ملحها ظابط طبعا، شويه فلفل، شويه الملح، مش محتاجه، نغرفها مع بعض. يلا بينا، هنا ده مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اعمل السلطه، طبق بتنجان مخلل، السلطه زي اللي اعملها دلوقتي مش هتقول لا، اختياري يعني.
يلا مخرجنا، يلا يا حبيبي بتحب انت الحاجات دي انا عارف. بص الشقاوه، بص على الحلاوه، هو ده يا ويلي. ايه ده يا الف انا وشيف كل ده، الف انا وشيف اللي ياكل. خدتش وقت؟ ما جبناش المخرطه، ريحنا المخرطه المره دي من الملوخيه. نروع الطبق بتاعنا زي ما قلت لحضراتكم، عايزه بقى تجودي والشغل الريف السوري والريف اللبناني. هتجيبي بصلايه تشويها، بصلايه اللي هتشويها دي يا امي تشويها جامد، تاخديها تضربيها في الكبه او في الخلاط، تضربيها في قلب الملوخيه مع اللي انا عامله ده، بقيت احسن مني. حلو الكلام؟ اه. دي بصراحه اتعلمتها من المدام. اه. شفت اللي بيحب شغله ويجود فيه؟ اه. تمام، الف هنا وشفا. طيب، تعالوا نعمل السلطه مع بعض، سلطه الجرجير بالبنجر، مقاديرها على الشاشه. ثوم طازه، عصير ليمون، زيت زيتون. حلو الكلام؟ والجرجير معانا والبنجر معانا جاهز. سريعا كده نعملها مع بعض السلطه الحلوه دي كده. نجيب طبق التقديم معانا ونرسم لوحه فنيه زي ما هو يا غالي. والبنجر معانا كمان اهو، حابب تبص عليه حبيبي مش حرمك من حاجه. حلو، السفره بتاعتي زي الفل. الجرجير معانا وطبق التقديم معانا. هنعمل الصلصه بتاعت السلطه كده على مخرجنا ما نشوف المقادير. زيت زيتون معانا اهوت، سوري عصير ليمون، والمقادير على الشاشه. زيت زيتون، عصير ليمون، بنجر، جرجير، فص ثوم طازه. السلطه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا ومفيده جدا. حلو؟ اه. بنحط الفص الثوم الحلو ده كده في قلب الصلصه دي. حلو؟ ده مطلوب. وبالمضرب بنضربهم كده زي الفل. تمام؟ اه. شويه الملح التمام، الصلصه دي تنزل على السلطه قبل التقديم مباشره. حلو الكلام؟ اه. بس ملح وفلفل، زيت زيتون، وعصير ليمون. لا خلي، لا خلي، ما ينفعش مع الجرجير خالص ولا البنجر، هيسرق الطعم مننا. ناخد الجرجير الحلو بتاعنا ده كده. اه طبعا طبعا، عينيا طبعا، الجرجير والبنجر حلو قوي للمناعه. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. جرجير بالشكل ده كده اهو. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اول حاجه ننزل بقى الجرجير كده في قلب الطبق. الموضوع مختلف يا اختي المره دي، سلطه الجرجير بالبنجر مختلفه. ناخد البنجر الحلو بتاعنا ده كده، عشان كده اشتغلت فيه للاخر لان لونه بيخلي كل الدنيا بنجر. الله، انا احب اكل البنجر ده زي الجزر كده بعد ما يتسلق، والاطفال بيحبوه لانه طبعا بيلون شفايفهم والالوان بتاعته حلوه. وسلطه امنه طبعا، مفيد جدا اللي عنده فقر الدم والانيميا. البنجر ده يعني حكايه، بس ليه مش عارف عند بتاع الخضار مش واخد حقه. اكتر حاجه البطاطس تلاقيها، والبنجر ده باللي عند بتاع الخضار يعني زي ما هو. انا بعرف الحاجات دي من الراجل بتاع الخضار على فكره، يقول لي البرجر يعني في ناس الاجانب بيحبوا ياخدوه يشتروه. شفت التقديم بتاع السلطه مختلف خالص. ننزل بالصلصه دي دلوقتي على البنجر والجرجير قبل التقديم. سلطه فيها كل حاجه بتدور عليها، حديد، كالسيوم، الياف، مشاكل امساك،
كل ده. الصلصة بتاعتي جاهزة زي الفل. معنا مخرج شاطر شايف كل حاجة ازاي. خلصنا الشغل بتاعنا بفضل الله. تروقي مطبخك كده عشان السفرة بتاعتك تبقى حلوة، وتقعدي في وسط ولادك، وتأكلي جوزك، وتأكلي ولادك، وتأكلي حماتك، وتسلم ايدك يا ماما. ايه السلطة الحلوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ مش لازم بتنجان مخلل، هي بصراحة تحب البتنجان المخلل الأكلة دي. بتنجان مخلل يتعمل بالثوم كده والفلفلة الحلوة ويبقى سبايسي مع الأكلة دي حكاية. حلو الكلام؟ قول لي كده الصورة حلوة مخرجنا؟ إيه رأيك؟ نجري؟ مطبخنا على شاشة القناة الأولى. بساطة، سهولة، مرونة. عملنا ملوخية ورقية أو بيروتية بالدجاج. عملناها على أصولها. عايزه تجودي وتبقى احسن مني، اعملي الفكره اللي بقولك عليها دي كده. بصلايه تشويها بالقشره بتاعتها في قلب الفرن او على عين البوتاجاز. لقيتها اتشوت وبقت هريسه كده، تضربيها تقشريها وتضربيها في قلب الكبه. بقى عندك بوريه من البصل المشوي، تضربيها في قلب الملوخيه زي ما عملت مع الفلفله الحلوه دي. تاكل صوابعك وراها. دي الملوخيه. معانا رز بالشعريه يتقدم بشكل تاني خالص، لانه عدل الملوخيه مع الفراخ. وعملنا سلطه لطيفه وجميله بتفيد الكبار السن والاطفال. مطبخنا بساطة، سهولة، مرونة، أقل تكلفة بنفس المكونات ولكن بشكل تاني وطعم تاني. رؤية فن إبداع بتشوفه كله مع شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.